عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. من تيسير الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته لقاء أهل العلم، أهل العلم الكبار الذين يسعى إليهم، فلما ييسر الله سبحانه وتعالى أن يأتونا والله إنه لشرف عظيم. يصف جمعية أنصار السنة المحمدية بشربين أن نلتقي بحضراتكم اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، علم من أعلام الدعوة في العالم الإسلامي، والأستاذ الدكتور بجامعة المنصورة في الدراسات الإسلامية كلية التربية، وهي ضمن هذه السلسلة المباركة من المحاضرات في هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للوصول إلى رضاه. وجزا الله خيرا الأخوات على تكبد التواجد والمشاركة والتواصل الجميل والنجاح بفضل الله الذي رأيناه في الدورات السابقة، ولازلنا، وأسأل الله أن يتم علينا النعمة. فمع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد النقيب في محاضرة من محاضرات هذه الدورة وعن التربية وأثرها واحتياج المسلم إلى هذا الأمر العظيم جدا، فهو من أولى المهمات في الفترة الحالية، هي دائما وأبدا، ولكن في مثل هذه الأيام واحتياج الناس للأدب واحتياج الناس إلى التربية يعظم الطلب لهذا الأمر. فمع فضيلتي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. حقيقة ليست مسألة التربية متعلقة بتعلم القراءة والكتابة فحسب، لأن هذا النوع من تعلم القراءة والكتابة ومعرفة المطالعة سواء باللغة العربية أو بغيرها يمكن أن نسمي ذلك بمحو الأمية الكتابية أو محو الأمية الخطية. دعوني أقص عليكم حكاية حدثت في كليتنا، كلية التربية جامعة المنصورة. وقد كان في هذا الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقالي. قال وكيل الوزارة بأنكم تخرجون المدرسين وهم في درجة ضعيفة من المستوى، مستواهم ضعيف جدا. الأستاذ يتخرج من كلية التربية ومثل ذلك أيضا في كلية الآداب ومستواه العلمي ضعيف جدا، بل إن بعض المدرسين ربما لا يستطيع أن يعبر أو أن يكتب بطريقة لائقة. المشكلة في الجامعة أم المشكلة في التعليم قبل الجامعي؟ يعني المشكلة في الجامعة ولا المشكلة كانت في المدارس التي أتت إلينا بهذه النماذج من الطلبة؟ فكان الجواب أن المشكلة ليست عندنا في الجامعة، وإنما المشكلة في المدارس. التعليم قبل الجامعي صار تعليما متدهورا، وصار المدرسون لا يهتمون بالتعليم بقدر اهتمامهم بالسبوبة كما نسميها. هناك في أوروبا وفي بعض البلاد التي حاولت أن تحدث طفرة علمية مثل فنزويلا مثلا وماليزيا، نجد أنهم اهتموا اهتماما بالغا بالتعليم قبل الابتدائي، أي بتعليم الحضانة، ثم التعليم قبل الجامعي. حدثني زملائي الذين كانوا في هذا المكان في بريطانيا
وكانوا بالتحديد في مقاطعة اسمها إكسترا. أن أولادهم عندما كانوا في الحضانات كان الذين يقومون بتدريسهم أساتذة يحملون درجة الماجستير والدكتوراه. المدرسون الذين يدرسون في فترة الحضانة يحملون درجة الماجستير والدكتوراه. لماذا؟ لأن الطفل إذا أسس تأسيسا صحيحا أمكن أن يكون رجلا أو امرأة يافعا صحيحا. أما عندنا التعليم يقوم على السبوبة، المدرس يعمل ليتكسب، والناس يذهبون أولادهم إلى التعليم من باب اللياقة والمظهرة الاجتماعية، فصار التعليم مبتعدا عن الأهداف. نحن عندما ننشئ دور التحفيظ أو الكتاتيب أو الحضانات، أو بعض الناس يفكر في إنشاء مدارس إسلامية أو نحو من ذلك، لماذا نفكر في ذلك؟ هل نفكر في التدريس أم نفكر في التأسيس؟ هذه مسألة مهمة جدا جدا، وحلها هو المقصود. هل نحن نريد أن ندرس أم نريد أن نؤسس؟ وإذا قلنا نريد أن نؤسس، نؤسس ماذا ولماذا؟ هل المقصود بالتأسيس أن نؤسسه في الكتابة والقراءة والحساب واللغة الإنجليزية؟ هذا هو المقصود بالتأسيس؟ إذا صار هذا التأسيس راجعا لماذا؟ للتدريس. ما المقصود بالتأسيس وما المقصود بالتدريس؟ التدريس أن تعلمه وترفع أميته في المناحي اللغوية والحسابية والأجنبي، هذا هو التدريس بأي طريقة ممكنة. ودائما أقول ليس الشأن في الطريقة، ولكن الشأن في ماذا؟ في النتيجة. ليس الشأن في ماذا؟ في الطريقة. طريقة نور البيان، فتح البيان، ورد البيان، ظهر البيان، اعمل أي طريق، ولكن في النهاية النتيجة. والنتيجة ليس الطالب الذي يقرأ ويكتب أبدا، ولكن النتيجة هي التي نريدها عندما أستعرض ما أريد أن أتكلم. هذا هو التدريس. التدريس هناك منهج أدرسه الأولاد في عربي، في إنجليزي، في حساب، في كذا، في كذا، هذا هو التدريس. هل المقصود هذا التدريس أم إن المقصود هو التأسيس؟ ما المقصود بالتأسيس؟ التأسيس هو إخراج المسلم العقائدي القادر الفاعل الذي يستطيع أن يتفاعل مع غيره في إقامة ما يمكن أن نسميه وعد الله عز وجل. إن الله تعالى وعد بنصر الدين وعز هذه الأمة، هذا وعد الله. قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. طبعا متم نوره ومتم نورهم ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن هذا وعد الله أن ينصر الدين، وكذلك أن يعز الله تعالى هذه الأمة، أمة الإسلام، أن تكون هي الأمة الممكنة الشريفة التي أحاطها الله عز وجل بالعناية والرعاية حتى يكون لها الخير في آخر الزمان. يا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لمنها. إذا ملك الأمة الإسلامية ده سيكون في مشارق الأرض ومغاربها، ودين ربنا عز وجل ربنا ينصره. لكن يا ترى هل يحدث ذلك
في ظل الأناسي الموجودين الآن، يعني احنا بالفعل بأشكالنا دي ينفع ان النصر يجي واحنا موجودين بالصورة بتاعتنا دي؟ معلش، هل ينفع؟ يعني ينفع ان ربنا عز وجل ينزل نصره ويعز أمة هذا النبي المبارك أمة الإسلام ونحن في هذه الحالة من تراكم المعاصي وتراكم الذنوب؟ المعاصي كثيرة والذنوب متراكمة، والابتعاد عن الشرع في كل لحظة. هل نحن جديرون بهذا الوعد الإلهي؟ إذا نحن نريد أن نربي جيلا، هذا الجيل يظفر بهذا الوعد، نريد أن نربي للغد، هذا هو الفارق. نريد أن نربي للغد، نريد أن نربي للمجد، نريد أن نربي لتحقيق هذا الوعد. وهنا يأتي التأسيس، كيف نربي أولادنا للغد؟ هذا والتأسيس، هذا والتأسيس. تصور مثلا لو أن هناك رئيس جمهورية وجهز ابنه يكون هو إيه؟ ولي العهد، هيعلمه القراءة والكتاب والحساب؟ يبقى ده هو التأسيس، ولا التأسيس إن هو يعد للحكم، يفهمهم إزاي يتعامل مع المخالفين والمناوئين، ويعلموا الجغرافيا ويفهموا التاريخ ويعرفوا الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية وكيفية حل المشاكل وكيفية كذا وكذا وكذا. إذن هذا إعداد تأسيسي مختلف تماما عن مسألة القراءة والكتاب. القراءة والكتابة ده لابد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر الذي لم يستطع أن يفدي نفسه فدى نفسه بماذا؟ بتعليم القراءة والكتابة. كلامي هذا إنما هو متمم لما مضى، ليس ناسخا لما مضى. ما مضى كله في إطار تعليم القراءة والكتابة اللي هو نطاق ماذا؟ التدريس. هذا كله جيد، لابد من التدريس، ولكن أنا أزيد على التدريس ماذا؟ التأسيس. يعني كلامي اليوم ليس في التدريس، أنتم استمعتم 19 يوم في ماذا؟ في التدريس. دعونا نتكلم نصف ساعة عن التأسيس. الرجل الذي يعد ولده للحكم لن يعلمه القراءة والكتابة والحساب فقط، وإنما سيهيئه لماذا؟ للمهام التي سيقبل عليها. كذلك نحن لابد أن نربي أبناءنا للغد، لابد أن نربي أبناءنا للمرحلة القادمة. طيب كيف يكون التأسيس؟ في كلمة واحدة، التأسيس إنما يكون على المعاني لا على الأشخاص والمباني. إحنا لابد نربي أبنائنا على المعاني، لما يحب الشيء يحب هذا الشيء لله، ويحب هذا الشيء لدخول الجنة، ويحب هذا الشيء نصر للدين، ويحب هذا الشيء رفعة وفضيلة وحبا وكرامة ومروءة. لا يحب الشيء من أجل فلان أو من أجل علان. لو ربطنا الناس بالمعاني لكان ذلك هو الأمر الفصل بين ما ينبغي أن يكون وبين ما هو كائن. تأملوا معي في قول الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذه الآية ما معناها؟ نقرأها كثيرا في سورة آل عمران. ما معناها؟ معناها أيها المسلمون لا يكن ارتباطكم بشخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن اجعلوا ارتباطكم بماذا؟ بدين الله، بدين الله. وهذا ما فهمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان بالسنح، فأتى إليه الآتي يخبره بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فركب فرسه من غير سرج،
لحط عليه لا بردع ولا سرج ولا أي شيء، أتى به حاسرة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فكشف وجهه وقبل بين عينيه وقال ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج فإذا عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد يقول ما مات محمد عليه الصلاة والسلام، وإن ناسا من المنافقين يقولون مات رسول الله وما مات، وإنما ذهب رسول الله للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء الله. قاعد يتكلم بقى ويعلي صوته ويسف في ايده، مين اللي هيقدر يتكلم؟ ناس سايبين. فصعد ابو بكر المنبر وقال ايها الناس، وتلا هذه الايه وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فان رب محمد حي لا يموت. هذا هو المقصود، عدم الارتباط بماذا؟ بالشخص، بالأشخاص والمباني، وإنما الارتباط بماذا؟ بالمعاني. أنس بن النضر عليه رحمة الله في غزوة أحد لما شيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، إيه اللي حصل؟ ناس من المسلمين جلسوا قالوا خلاص النبي مات، نقاتل عشان ايه؟ جلس وسابوا المعركة. فقام أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، وأشار إلى المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المسلمين، وذهب وقاتل حتى قتل ويقول قوموا فقاتلوا على ما مات عليه رسول الله. إذن هذا الرجل لم يرتبط بالشخص، وإنما ارتبط بماذا؟ بالمعنى، بنصرة الدين. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان في جبهة العراق، وما من معركة خاضها خالد إلا انتصر فيها، لدرجة أن جنرالات الجيش الفارسي، القادة في الجيش الفارسي، كانوا إذا عرفوا أن خالدا سيلقاهم يتحاشونه، مش عاوزين يقابلوه، مش عاوزين يقاتلوه. فأرسل أبو بكر عدة قواد إلى بلاد الشام، شرحبيل بن حسنة ويزيد بن معاوية، عمرو بن العاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأمرهم أن يقاتلوا الروم. مكثوا ما يقرب من سنة والقتال على أشده، ولم يستطع المسلمون أن ينتصروا نصرا حاسما على الروم، بل بالعكس كان الروم أشداء في قتالهم. أمر أبو بكر خالدا أن ينتقل من العراق إلى الشام، فانتقل إليها في 15 يوما، ده طبعا مسألة حتى لو الطيران لا يستطيع أحد أن يصنع ذلك. ولو أحد منكم بيقرأ في ثقافة الحروب يقرأ كتاب فن الحرب لمنتو جمري وتعليق منتو جمري على هذا الحادث. المهم انتقل خالد إلى جبهة الشام وقال هيا نجتمع واجعلوا قيادة الجيش لي. فبالفعل أخذ القيادة ورتب الجيش وقابل الرومان في معركة حاسمة، وهي معركة اليرموك. وانتصر خالد في اليوم الأول، انتصر خالد، وإذا كتاب أمير المؤمنين عمر، مات أبو بكر وتولى عمر الخلافة بعزل خالد عن قيادة الجيش وتولية أبي عبيدة ابن الجراح القيادة، وإرسال بلال بن رباح للتحقيق مع خالد، ونزل خالد من قيادة الجيش إلى جندي بسيط. لما سئل عمر عن ذلك قال نزعت خالدا حتى يعلم، حتى يعلم الناس أن الله إنما ينصر دينه. شوفوا المعنى الجميل ده، لو ساب القيادة لخالد وانتصر خالد إلى نهاية المعركة وفتح خالد بلاد الشام، يبقى من الذي فتح العراق؟ خالد. من الذي فتح الشام؟ خالد.
من الذي قاتل المرتدين؟ خالد. من الذي فعل كل شيء؟ خالد. الناس تظن ان نصرك بسبب مين؟ خالد. سيرتبط الناس بمين؟ بالشخص. اراد عمر ان يرتبط الناس بماذا؟ بالمعنى، وان يعلموا ان النصر من عند الله عز وجل. قصة ذكرها الامام الذهبي في سير اعلام، قصة جميلة، ان رجلا قال لميمون ابن مهران: يا ابا مهران، او يا ابا ايوب، لا يزال الناس بخير ما ابقاك الله لهم. طبعا اي حد يتقال له الكلام ده، ربنا يعني بيجعل الناس بخير ما ابقاك الله لهم، يقول له: شكرا يا ابني، ده حاجه بسيطه، يعني انتم ما شفتوش كل اللي عندي، يعني علمي في كل مكان، وانا صنفت وعملت وسويت ودرست. سبحان الله، انظر ان الرجل يربط بين ايجاد الخير للناس وبين العالم. فقال له ميمون ابن مهران: يا بني اقبل على شأنك، شوف مصلحتك، اقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. يبقى الرجل عاوز يربط الناس بماذا؟ بالشخص. هو راح ربطه بمين؟ ربطه بمين؟ بالمعنى. ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. ولذلك نجد العملية التعليمية أخطر عنصر فيها مش الطالب، ولا المنهج، ولا الكتاب التعليمي، ولا المكان التعليمي، ولكن أخطر عنصر في العملية التعليمية هو مين؟ المعلم. المعلم. طيب، الأنبياء في الحقيقة هم معلمون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وإيه كمان؟ ويزكيهم، وإيه كمان؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، لما ربنا عز وجل اختار النبي حتى يعلم الناس، اختار أي حد؟ ولا الأنبياء كانوا على الفراز زي ما بنقول؟ اصطفى الله تعالى من خلقه الأنبياء، ولذلك ينبغي أن يصطفى المعلمون لتعليم أولاد المسلمين. دي مسألة في غاية الأهمية. المعلم الذي يعلم أولادنا للمستقبل مش أي معلم، مش أي معلم. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يجعل هذه الأمة خير أمة، أرسل لها خير رسول، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وأنزل أول الآيات بالأمر بالتعليم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هيا بنا ننظر إلى بعض المواقف التعليمية على وجه السرعة حتى لا أطيل، لأن ورائي موعد مهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف وراءه من يردف من الكبار أو الصغار. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما. الغلام ده من أول ما بيتفطم لغاية ما يحتلم، ده كله اسمه إيه؟ غلام. ومن بعد الاحتلام لغاية لما يظهر رجلته اسمه إيه؟ فتى. بعد كده يبقى شباب. فركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلام. ننظر إلى هذا الموقف التعليمي، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه إيه؟ علمه المعاني ولا علمه المباني؟ قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. كلكم تحفظوا هذا الحديث. إيه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ منها: احفظ الله يحفظك. يا سلام، ده معنى ولا مش معنى؟ معنى. وأي معنى؟ احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى نهاية الحديث. ده موقف تعليمي ممتاز. في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أثر عن عبد الله بن عباس يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. المقصود بصغار العلم أي ما تأتلف عليه قلوبهم، يعني قبل ما نهجم على الناس بالمسائل التي فيها خلاف أو نزاع أو ما إلى ذلك، نديهم المسائل البسيطة التي تأتلف عليها قلوبهم. وأفضل هذه المسائل مسائل ماذا؟ المعاني. ولذلك على مدار التاريخ الإسلامي نجد أن الذين قاموا بدور التعليم والتأديب في المراحل الأولى إنما هم العلماء والفقهاء والمحدثون. المؤدب ده كان وظيفة، طلبت من أحد إخواننا أن يجرد لي الفقيه، أن يجرد لي تاريخ بغداد للحافظ البغدادي ويطلع لي وظيفة المؤدب. طلع لفظة المؤدب دي في أكثر من 71 موضع، فدل ذلك على أن مسألة المؤدب دي موجودة. طب من الذين كانوا يؤدبون أولاد المسلمين؟ من هم؟ يا ترى المسألة دي كانت سبوبة؟ دايما أنا بقول كلمة سبوبة حتى أحقر هذا الشأن. والله من طلب الشيء لله ربنا هيديله الآخرة والدنيا، هيديله الآخرة والدنيا. يجي المدرس يقول أنا بشتغل على قد فلوسي. بتشتغل على قد فلوسك، أنا أعلم بأن الأمور المعيشية صعبة، لكن هيا بنا نتصور أن أستاذا أخذ 7000 جنيه، أخذ 15000 جنيه في الشهر، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيوة هناك بعض المدرسين بيدي الساعة ب1000 جنيه. في هناك ناس عندها مرض في عقولها ما بيستريحوش إلا ما ضيعوا فلوسهم بصور معينة. الرجل اللي بياخد 15000 جنيه في الشهر ده أصيب بمرض أو أصيب زوجته بمرض، بيديها حقنة كل أسبوع ب2000 جنيه. إذا بيصر بس على الحقنة كم في الشهر؟ 8000 جنيه، غير بيت العلاج والأكل وما إلى ذلك. دخلنا في كام؟ في 12-13 ألف جنيه. ضاعت الفلوس، ضاعت الفلوس. عمل إيه بهذه الفلوس؟ بياخد 15000 جنيه يحطهم في زكيبة وماشي. واحد تاني بياخد 400 جنيه وبياكل عيش ودقة، معلش، وبياكل عيش وجبنة، بياكل عيش وفول الصبح، والغداء ربنا بيكرمه وبيسر له أموره والأمور ماشية، لا بيمرض ولا أي حاجة. أنا أحكي لكم قصة جميلة قوي. القصة دي أحد زملائي أستاذ في الجامعة، صديقي هذا إجاله شوية فلونزا، كان أياميها فلونزا الخنازير. القصة الحدوتة بتاعت فلونزا الخنازير دي، أي واحد فينا بيجيله فلونزا بيروح البيت شوية شاي على ليمونة وممكن برضك حتة بصلة يأكلها والبتاعه ويربط راسه وينام، تاني يوم بقى كويس، يريح يوم يبقى كويس. بيصرف ايه؟ ما بيصرفش حاجة. يعني أي واحد فينا في البرد بيصرف ايه يا اخوانا؟ بيصرف قد ايه؟ ولا أي حاجة، ليمونتين ثلاثة وشوية شاي، ممكن يجيب حباية اسبرين ولا حاجة، الحبات الخضرة دي. صديقنا بقى شوف عمل ايه، راح لدكتور قال له لابد تعمل التحاليل دي بتاعت فلونزا الخنازير غالية جدا، وتعمل اشعات على الجيوب، اشعات مقطعية، واحدة على الانف، واحدة على الدماغ، واحدة على الودان. صرف على التحليل والاشعات والعلاج دي حوالي 10000 جنيه. وبعدين راح له بعد اسبوعين لسه ما طبش، قال له على فكرة طالما انت لسه ما طبتش معنى ذلك ان الميكروب لسه ميكروت ولا بتاع، يبقى احنا مش عارفين نوعه ايه، في ميكروب طويل وميكروب مكعب وميكروب مربع، فلابد نحدد بقى الميكروب ده عشان ندي العلاج المناسب. اعمل التحاليل الفلانية، عمل التحاليل، صرف في القصة دي اكتر من 20000 جنيه، وهو لا كان عنده فلونزا خنازير ولا فلونزا خرفان
ولا في الونزة حمير حتى ولا أي حاجة خالص. هي المسألة إيه؟ المسألة سبوبة. لولا واحد زي الأفندي ده الدكتور مش هيشتغل، وبتوع التحليل مش هيشتغلوا، وبتوع العشاء مش هيشتغلوا. فهذا كون ربنا عز وجل بيجريه. اللي أنا عاوز أقوله، لا ينبغي أن تكون المادة هي التي تحركنا، وأنا بشتغل على قد فلوسي. سبحان الله، لي صديق تقلبت أحواله، كنا صغيرين مع بعض معيدين بناخد 137 جنيه. يقول لي: أنت فاكر يا دكتور أحمد أيام ما كنا كذا؟ والله العظيم كنت بحوش منهم وكنت بعمل كذا وكذا. دلوقتي ما شاء الله عدة آلاف طويلة عريضة. بيقول لي بيتصرف المرتب وبتتصرف معاه كل الحاجات اللي بتيجي، طبعا في جامعة حاجة تانية بتيجي كده، كله اتصرف والأمور مش عارف ايه اللي بيحصل. ده اللي بيحصل، اللي بيحصل حاجة بسيطة، ان من عاش للدنيا ودعاه الله تعالى لأمره، خلاص انت متعلق بالدنيا، صرف امورك بقى بتاع الدنيا. اما من جعل وجهته ربه كفاه الله تعالى مؤنته. مين بقى اللي هيرتب اموره؟ مين؟ مولاه. سيب امرك على الله. الذين كانوا يؤدبون اولاد المسلمين هم الفقهاء، هم العلماء. لما اقول لكم الذين يعملون في حضانات اوروبا حاملوا الماجستير والدكتوراه، ما تستعجبوش. ومش معنى ذلك ان احنا نقول لابد للمتعلم او للمعلم في دور التحفيظ يكون معاه دكتوراه او ماجستير، ابدا. ممكن يكون يعني يدوبك، ممكن يدوب بيفك الخط، وهو احسن من دكتور في الجامعه. ليس الشأن بدرجة التحصيل، ولكن الشأن كيف توصل هذه المادة، وكيف تؤسس الأولاد على المعاني. أقول لكم قصة إسماعيل ابن عبيد الله ابن أبي المهاجر، وهذا تابعي ثقة، توفي سنة 132 هجرية، وروى عن أنس ابن مالك وعن أمي الدرداء وغيره من الصحابة، وكان قرينا لعبد الملك ابن مروان في الفقه والتعلم. اصطفاه عبد الملك ابن مروان لتأديب أولاده، يبقى المؤدب بتاعهم. فكان يقول ابن أبي المهاجر: كان عبد الملك ابن مروان يأمرني أن أجنب بنيه السمن. يعني جزء من تربية الأولاد أن نشرف على البرنامج الغذائي. الولد بياكل إيه؟ بيشرب إيه؟ بياكل إيه وبيشرب إيه؟ هذه الأيام المأكولات تفسد أبدان الأطفال. الطفل لما يصبح النوم ياكل الكرنشي والكاراتيه والشيبسي، يقعد يحش عامل زي الغنمة اللي قاعدة تحش اللي قدامها. طب إحنا بنحط له إيه؟ بنحط له الحاجات دي كلها. نيجي نحط له شوية فول بلقمة عيش بردة، الواد ما يرضاش ياكل. ليه؟ يبقى لا ياكل ما ينفعه وياكل ما يؤذيه. إذا دي مشكلة في ماذا؟ في التربية. التربية مش تدي له كلمتين يحفظهم وفرحانين حافظ كذا وحافظ كذا، قول يا ابن كده، يقول راضي رحمة الغفور، ويقعد بقى يقول بقى نبقى مبسوطين بقى. ده كلام جميل، لكن ليس هذا هو المطلوب. حتى الغذاء كيف يتغذى؟ كان يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وكان يأمرني فيقول: علم بني الصدق كما تعلمهم السورة من القرآن. علمهم الصدق. يا ترى الصدق ده مبنى ولا معنى؟ معنى. شوف، زي ما الإنسان بيعلمهم القرآن يعلمهم الإيه؟ الصدق. تعليم الصدق في مواقف كثيرة جدا. وجنبهم الكذب وقل لهم فيه كذا وكذا وكذا. انظر كيف يربى الأولاد على المعاني. يبقى أول من ربى على المعاني هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، رأينا قصة عمر الخطاب، ثم هذا هدي التابعين. عندنا التابعي البصري
المحدث الثقة الحبيب ابن الشهيد المتوفى سنة 145 هجرية، قال لابنه إبراهيم، ابنه اسمه إبراهيم وكان معلما لولده، بيعلم ابنه وبيأدب ابنه. ودي مسألة مهمة جدا، إن بعض الناس يغفلون عن تربية أولادهم، لا يبذلون معهم جهدا. أبذل مع ولدك الجهد، فإن استقام فاحمد ربك، وإن لم يستقم فهذا بلاء، لكن لابد أن تجتهد. نسمع وصية وتوجيه وتعليم الأب العالم الفقيه المحدث التابعي لابنه، ربطه بإيه؟ قال له أنا عاوزك تشد حيلك عشان تقترب من الأمراء، ومن يدري جس يبقى وزير ويبقى لك قصور ويبقى لك مراكب ومواكب وما إلى ذلك. أبدا. ماذا قال له؟ قال ائت الفقهاء والعلماء، انظر، ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم. ثلاث حاجات، خذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أي تعلم الأدب من العالم أحب إلي من طلب كثير من الحديث. طلب الحديث مع نفعه إلا أنه مادة، لكن لما أنت تتعلم الأدب والأخلاق والهدي من العالم، هذا هو. وكان الفقيه صالح الرشيدي مؤدبا للواثق، هذا فقيه كان يؤدب الخليفة وأولاد الخليفة. وكان أبو جعفر الطبري المفسر اللغوي المؤرخ المعلوم معروف، متوفى سنة 311 ببغداد، مؤدبا لبعض أبناء الوزير ابن خاقان، بل كانت له حجرة، حجرة تسمى حجرة التأديب زي الكتاب كده، بس بدل ما يسموها الكتاب يسموها ايه؟ التأديب. احنا عندنا التأديب اللي هو الايه؟ اللي هو الضرب، لا، التأديب اللي هو التوجيه والتعليم والتهذيب. ولذلك اذا كنا نريد ان نربي الابناء على المعاني، فلا بد ان نلاحظ الابناء مع بعضهم البعض. ما يبقاش المدرس على السبورة وسايب العيال، اسكت يا ابني، ما تعضش فلان، ما تشدش كراسة فلان، ما تعملش فلان، لا. كما قال إبراهيم الحربي العالم الفقيه المحدث، أول فساد الصبيان بعضهم ببعض. الصبيان فسدهم أول حاجة إيه؟ اختلاطهم ببعض. طب فين المعلم؟ المعلم بيعلم، طب أين دوره في التوجيه؟ لا، لا بأس المعلم إذا أراد أن يوجه، يوجه بطريقة تربوية صحيحة. أحكي لكم موقفا حصل، أحد الإخوة الطيبين بيحاول أن يجلس مع الأولاد. هناك ولد، طيب ماشي، جزاكم الله خير، احنا بيجي هنا ناخد حاجة الجميل. أحد الأولاد، الولد ده كان شرس جدا يا شيخ خالد، وضرب معظم الأولاد، بيضرب وبيعض وبيقرص ويشد الكراسة ويكسر مش عارف ايه، ما فيش هدوء. فضرب ولد طيب جدا، اشتلوا راح هبده. فهذا الولد كانت له نظارة، كسرت النظارة. طيب انا اريد ان اسمع كيف يمكن معالجة هذا الموقف، فيه ولد ضرب ولد وكسر النظارة بتاعته، نعمل ايه؟ ممكن نقول معلش ونطبطب عليه ومعلش وما كانش واخد باله، وبصوا بعض وسلموا على بعض وخلص الموضوع، مش كده؟ هنعمل ايه؟ ونبدا نشتغل. لكن الواد اللي انضرب ده وكسر النضاره بتاعته، هيشوف ولد قوي ويقوم ضرب الولد التاني، او يطلعوا بره يشكلوا مع بعض، يكسروا بعض ويعوروا بعض، ما استفدناش حاجه. نعمل ايه؟ النضاره هنبعتها تصلح، بس كيف يمكن أن نعالج هذا الموقف؟ في هناك طرق كثيرة جدا، ممكن نطلعهم هما الاثنين قدام الأولاد ونقول للمضروب، هو لما ضربك
بالإيد، كانت الضربة كده والأم ضربين الولد ضربة قوية، فيقول لا الضربة كانت أخف من كده. طيب أخف من كده يعني كده أنهم ضربينه كمان ضربة قوية، أنا ضربتي للغلام هتبقى أقوى بكثير من ضربته لمين؟ للتاني. ينضرب ما يقرب من 10 ضربات توجعه إيجاعا شديدا، لغاية لما الواد المضروب يقول إيه؟ هو كده بالفعل. طب الواد اللي اتضرب هيضربه بعد كده؟ هيستحلف له بعد كده؟ اترضى ولا ما اترضاش؟ والناس كلها عرفت ان اللي هيضرب او يتجاوز هياخد ايه؟ عقوبته، بس بطريقة لائقة. هناك مواقف تربوية كثيرة جدا يمكن ان نتعلمها من خلال ملاحظة الاولاد مع بعضهم البعض. فافضل ما يمكن ان يطلق على دار التحفيظ او الكتاب او دار القرآن انها دار ماذا؟ التأديب. دار ماذا؟ التأديب. قال الحكيم الترمذي: صلاح الصبي في المكتب. دلوقتي عيال الصغيرين بيودوهم الحضانات، وفي حصة في الحضانة اسمها حصة الاتيكيت، ازاي ان الولد يمسك الشوكة بايده مش عارف ايه، والسكينة بايده ايه، وما ياكلش اللحمة كده بايدنا كده، كده يبقى انسان متخلف. لا، وانما يمسكها بايده مش عارف ايه، ويطحها بايده ايه، وياكلها بايده ايه. قصة اقولها بالمناسبة ديت، كنت راكب الطائرة من بلد لبلد، من نيروبي الى ابو ظبي، فكان بجوار الرجل امريكي، الرجل امريكي بقى ماسك الشوكة والبتاع وقاعد يقطع ويعمل شوكت ايه يابا. فلما قمت ماسك بقى وباكل بايدي، الراجل نظر الي كده مدهوشا وقام مسرعا، ظن ان بعد ما خلص الاكل ده هقوم بتحول عليه واقوم واكله في الطريق. الراجل متوحش بقى، الراجل متوحش. الله المستعان. قال الحكيم الترمذي: صلاح الصبي في المكتب. يبقى اول ما نبدا ناثر في الاولاد ناثر عليهم فين؟ في المكتب. المكتب اللي هو الكتاب اللي هو دار التأديب. وصلاح الفتى في العلم، يعني الولد بقى لما يتقدم في التأديب ويبدأ يفهم ويميز نبدأ نرقيه في ماذا؟ في العلم. نقل ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وكان معلم المكاتب يغلب عليهم الفقه ويسمون بفقهاء المكاتب. اللفظ ده عجبني جدا، فقهاء المكاتب. فقيه الذي يعلم في المكتب فقيه، مش واحد عادي، ده فقيه. احنا عندنا لو واحد فشل في التعليم او واحد عنده رسوب تعليمي او عنده اي مشكلة نفسية او ما الى ذلك، يا عم تعالى هتسببه كويسة، تاخد تتعرف حاجة كده وتشتغل وتبقى كويس. لا مش كده، تلابد للمعلم ده أن يطور نفسه. وذاك مبسوط من الشيخ خالد بيعمل على طول دورات لرفع المستوى التعليمي للمعلمين، وياريت يبقى في معلمين رجالة يا شيخ خالد كمان، تبقى حاجة كويسة. فكان هناك فقهاء المكاتب، فكانوا إذا سمعوا الحكمة علموها للصبيان في المكاتب. يعني الفقيه لو تعلم أو سمع أي حكمة يعمل إيه؟ يروح المكتب يعلمها لمين؟ للعيال الصغيرين. لأن الولد الصغير لما بيتعلم المعنى في المكتب يروح يعلمه لمين؟ لأبوه ولأمه، والأب والأم يعلموها لإخواتهم وجيرانهم. يبقى الولد الصغير ده قد يكون سبب في ماذا؟ في تعميم الخير. ولذلك أفضل ما يمكن أن يرثه ولد من أبيه، أو أن يورثه أب لولده، أن يورثه علم نافع وأدب حسن. أن يورثه علم نافع وأدب حسن.
وبالتالي هناك بعض الصفات ينبغي أن يتحلى بها المعلم. من هذه الصفات وضوح الرسالة، يكون فاهم كويس جدا هو بيشتغل ايه وانه يعمل ايه وايه المعاني اللي عاوز يوصلها للأولاد، وضوح الرسالة. نمرة 2 الإخلاص، لابد أن تكون له نية حسنة في هذا العمل حتى يبارك له ربه عز وجل في هذا العمل. فهؤلاء الأولاد هم أولاد المسلمين، وأولاد المسلمين هم أولاده، فكما يحب لأولاده فليصنع مع أولاد المسلمين. الأمر الثالث، لابد أن يكون من أهل الطاعة لا من أهل المعصية، فإنما يعطي ربنا عز وجل عبده على قدر طاعته لا على قدر محاربته. أتظن أنك تحارب ربك وتبارزه بالمعصية ثم بعد ذلك تذهب إليه وتظن أنه سيكون معك؟ حاشا وكلا، فلابد أن يكون من أهل الطاعة. أيضا لابد أن يقلل حظه من النفس، حظوظ النفس يقللها، يزري بنفسه كثيرا، وهذه مسألة لابد أن يجتهد فيها. قال بعضهم: لو كانت لذنوبي رائحة ما طاق أحد أن يجالسني. انظر إلى هذا القول. وفي مسألة الطاعة والاصطباغ بعدم المخالفة، قال بندار: اختلفت إلى يحيى ابن سعيد أكثر من 20 سنة فما ظننته عصى الله. أكثر من 20 سنة هو أستاذي وأنا بروح له باجي، فما أظن أنه عصى الله عز وجل. النتيجة ستكون أولاد على الصلاح على التقوى، على الصلاح وعلى التقوى، يشرفون، تنطق الحكمة من أفواههم، ويمتازون بالتوفيق في اللفظ والتوفيق في الفعل، والأمر في ذلك يطول. بكى علي ابن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض هذا من سادات السلف، فبكى ولده علي، فقال الفضيل لعلي: يا بني ما يبكيك؟ يا بني ما يبكيك؟ الواد صغير وبيعيط، أبوه بيقول له: ما يبكيك؟ يا ترى ماذا قال؟ قال له: العيد سيأتي وكان نفسنا نجيب خروف ونذبحه، يبكيني كان نفسي في جزمة جديدة وانت ما جبتهاش ليا. لا، انظر كلمة عجيبة جدا، قال: أبي أخاف ألا تجمعنا القيامة، أخاف ألا تجمعنا القيامة، يوم القيامة خايف إن أنا ما أشوفكش يا أبو. واد صغير بيقول لأبوه: أنا خايف إن يوم القيامة ما أشوفكش. فانظر إلى هذه الكلمة الدقيقة التي قيلت من صبي صغير، ولكن تعلم كيف يكون الأدب. ليس المقصود بالأدب وتربية الناس على المعاني أن يزهد في الدنيا وأن يتركها وأن يجعلها منه بعيدة فلا يأخذ منها شيء أبدا، ولكن كما قال الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه: خذ من نفسك لدينك، خذ من نفسك لدينك. ويريت الكلمة دي نكتبها ونحفظها حتى تكون لنا معيارا في حياتنا. خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك حتى يستقيم لك الأمر على عبادة تطيقها، كده بالفعل تصل إلى الله. الوصول إلى الله ليس بفعل المشاق، ولكن الوصول إلى الله عز وجل أن تربي نفسك بما تطيق. وبالتالي ما نطيق هو المعاني، فلابد أن نجتهد في تربية أولادنا على المعاني، وهذا ما يمكن أن نسميه بماذا؟ بماذا؟ بالتأسيس. والتأسيس لا يخالف التدريس، وإنما ينمقه ويزينه ويجعله فاضلا،
وإن كان لي من كلمة أخيرة في هذا المقام حتى لا أطيل، ينبغي أن نربط بين التدريس وبين التأسيس. إذا فعلنا ذلك وصلنا بالفعل إلى المطلب المنشود، وهذا هو المرتجى المحمود، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. كيفية معالجة عصيان الأطفال وطرق التعامل معه. المشكلة إن احنا ذات نفسنا عاوزين يعني تأهيل. في أوروبا، وطبعا دي أمة متخلفة جدا، الأوروبيين دول من أكثر الأمم تخلفة، أول ما الولد والبنت يبلغوا خلاص يمشوا على حل شعره. ممكن الأب في الصالة بيقرأ رواية ولا بتاع، وبنته لابسة ملابس السهرة، وما أدراك ما بلبس السهر. شكرا يا بنت. فيقول لها: بنتي رايحة فين؟ تقول له: رايحة للماي فريند، للصديق بتاعي. لا، في جوف الليل. ايه ايه قلة الادب دي؟ طبعا راجل ممكن يكون اصلا من مصر ولا بتاع، عودي قلة الادب اللي متربطيش امرينها جوزني اقلام. البنت دي تروح تشتكي ابوها، فيقبضوا على الراجل ويقولوا له ان انت غير اهل ان تكون ابا، لان انت لم تعامل بنتك بالطريقة اللائقة. طبعا الطريقة اللائقة ان يكون ديوثا ويسيب بنته تأتي الخنا وتصاحب الشياطين وان تكون فاجرة عاهرة، هكذا يكون رجلا متحضرا. إذا كان عندهم أن الرجل إذا حافظ على الفضيلة يعاد تأهيله حتى يكون فاجرا، أليس من الأولى عندنا الرجل أو المرأة التي لا تحافظ على الفضيلة يعاد تأهيلها حتى تكون محافظة على الفضيلة؟ المشكلة إن معظم البنات والنساء ما تربوش تربية صح واتجوزوا. معظم البنات والنساء وهم بنات لا غسلوا كباية ولا غسلوا حلة ولا طبخهم ولا أي حاجة. رايحة فين؟ رايحة الكلية، جاي من الكلية تعبانة، بتشتغل، بتذاكر، وراي امتحان، وراي سكشن، وراي مش عارف. ربنا يخليكي يا بنتي. واليوم بعد اليوم مفيش، ما بتشتغلش حاجة. اتجوزت البنت وهي مش عارفة أي حاجة، خلاص كفاية أسأل عشان الوقت. تزوجت الفتاة وهي لا تعرف أي شيء عن أمور الحياة، لا هي عارفة لا معنى زواج ولا معنى زوج ولا معنى مسؤولية ولا معنى ترتيب الوقت ولا معنى، مش عارفة أي حاجة في أي حاجة. طيب زوجها راجل طيب وحليم وصبور، مرة عملته الطبيخ بدل ما تحط الملح حطت سكر، فقال لها: بارك الله فيكي، أنا هعتبره ده إيه يعني، اعتبره مهلبية، واكله على مضض وخلاص. تاني يوم ارادت يعني تعدل المسألة، كترت الملح. المهم والرجل عليها صبر. الست دية الخيبة دي خلفت، وبعد ما خلفت مامتها مش جنبها، مامتها قعدت معها اسبوعين ثلاثة، شهر شهرين، وبعد كده بقت لوحدها، هي اللي بتشتال وهي اللي عليها مسؤوليات، أعصابها بتفلت. لما الولد يكبر، الولد عاوز يشرب من الكوباية الزجاج، ومن طبع الولد لما يشرب من الكوباية الزجاج بعد ما يشرب رميها كسرها. حصل مرة واثنين وثلاثة، وجوزها الشكل مع مرة واثنين وثلاثة، وضربها على الايتين وثلاثة، فهي بدأت ايه ان هي تشرب الولد بإيدها، والولد مصر ان هو لابد يشرب. علمت الولد الايه؟ العند منذ الصغر. مين اللي علمته؟ امه. طب يا ست ما تحل المشكلة دي، هات كوباية بلاستيك حلنا المشكلة وخص موضوع. طب افترضنا ان العند عند الولد وهو دائما لا يسمع الكلام، نحاول ان احنا نصحبه. ممكن تكون الام عصبية،
صوتها عالي، بعض الأمهات صوت عالي جدا جدا، يعني قبل ما الرجل يروح لها كان صوتها ما فيش، بعد ما اتجوزها صوتها بيسمع من بعد شربين، يعني احنا هنا في شربين عندي دنجه كده. فايه المشكلة؟ انا معلش بتعصب وبعمل ومش عارف، لا، لابد ان تجاهد نفسها. ليه؟ لان الاولاد يتأثرون بالام اكثر من تأثرهم بالاب. الاباء في البيوت كالضيوف، الرجل في بيته ما بيعلمش، الرجل في بيته ما بيعلمش، تيدوبك بيبقى ياكل لقمة يسرح شوية ويمشي، شو مصالحه؟ الله يكون في عون الرجال. مين اللي قاعدة في البيت؟ هي الست. فلابد ان هي تعرف ان ابنها بيشرب منها وبنتها بتشرب منها، هو عنيد تحاول تمال شوية وتستصحبه، ومرة في مرة مرة في مرة مرة في مرة ينتهي ذلك الأمر. فلابد من الصبر، لابد من الصبر، ما من شيء يكسر الصبر، ولكن الصبر يكسر كل شيء. لو في جبل تكسره بالصبر، لو جبل تكسره بالصبر، لو في جبل تنقله بالصبر. انظرهم إلى النملة، ممكن نملة تنقل فار، فار ميت والنملة تنقله، إزاي؟ بالصبر. فتعلموا الصبر من النمل ومن النحل. كيفية معالجة غيرة الأطفال بعضهم من بعض؟ أنا بقول هي الأم اللبنة الأولى التي تشكل شخصية الطفل في المنزل، الأم مش الأب، الأم. دخل القاسم ابن محمد على خالته عائشة ومعه ابن عمه فتكلم، فقالت عائشة: أما هذا فقد أدبته أمه، وأما هذا فلم تؤدبه أمه. فلابد الأم يكون لها دور في هذه المعالجة، ما تقولش دي بتاعتك ودي بتاعتك، لا، تعود ان الأطفال يلعبوا بحاجة واحدة. نحاول يبقى فيه هناك الحاجات الجماعية عند الأطفال. افترضنا ان في مثلا طفل او أطفال، ما نخليهم يساعدوا بعض ان هم يلموا الاكل، ويساعدوا بعض ان هم ينظفوا الصينيه، ويسنوا بعض ان هم يغسلوا المواعين، مع بعض مع بعض، ايوه مع بعض، مره في مره مره في مره. اول مره يكسروا كوبايتين، ثاني مره يكسروا كوبايه وطبق، ثالث، نصبر عليهم وان شاء الله سيكون هناك الخير. المنهج الدراسي، طبعا مسألة الأطفال ومشاكل الأطفال دي مشكلة كبيرة جدا والكلام فيها يطول، ولكن يعني إن شاء الله سيكون لنا مجلس في هذه المسألة اللي هي مشاكل الأطفال دي إن شاء الله. كل هذه الأسئلة بتصب في خانة واحدة، وهي ضرورة إيجاد المؤدبين، ولكن بالمعنى الذي ذكرته. إيجاد المؤدبين بهذا المعنى سيوفر علينا كثيرا من المشاكل. ابن بيكذب بيغار، مش بيهتم بالدراسة، ابن في ظل التقنيات الحديثة خايفة من كذا، أعمل إيه في كذا. الله المستعان. حكم ضرب الأطفال، مع العلم أنه في أطفال لا تستجيب إلا بالضرب. لا، لو الضرب كان سنة وهدي، الطفل هذا لن يستجيب للضرب. اجعل الضرب ده كالضرورة، نجعل الضرب كالضرورة، لا نجعل المسامحة كالضرورة، ونجعل الضرب كالضرورة. أنا أكتفي يا سادة بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن يوفقنا، وأنا أعلم أن كثيرا من الأسئلة تحتاج إلى إجابة، ولكن الإجابة تحتاج إلى وقت أطول، وأظن أن وقتي أكتفى بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. تفضل يا شيخ.